المشاهدين عزيزاتي المشاهدات، حصتكم اليومية راب نيوز راهي بدات، غادي تسمع وتشوف حتى تشبع. حنا نهضروا والبيت تاعنا هو تقنع، ايا نقلعوا بدات لانسبيراسيون. سي جي تاع اليوم غادي نديروا لها اوبيراسيون، باش نعالجوه لازم منا طبه، لازم دكاتره في الطب ماشي طلبه، لازم سبيطارات يحكموهم اطارات، ماشي غير وحقول انا سني الاستمارات. مشاكل بالعرام الضوجة عاود راح، ماشينا خسرت وطبيب من اللي مالاد كره، جامعات يقروا طبه باش يبروا، كي تقلم عليهم من البلاد غادي يفروا. والان معانا مراسلنا من المستشفى، على بالي فيك الرشفه قول وخطينا من الكشفه. بلا ما تخاف شريكي خليها ليا، جيت لوبيتال باش نداوي على عينيا، مانيش مريض من الممو والقرانية، صح شفت الاعاجيب في المرافق الصحية. منظفات هما الممرضات، ولا الممرضات هما المنظفات، ما فاهم والو انا السيستم كيفاش يدور الخدمة والو. لا ما شفناكش روح للبريفي هكذا قالوا، كلها وطوالو عساس طايح خشيت، حافظ كلمة ديكاش يطرد المساكين هري عليهم بالباش. واحد ذكراعه مقطوع يشوف الدم يسيل، والممرضة تسكم الشفار بالغسيل. معنا واحد من اللي مالاد راه يعاني، واش رايك انت في لوبيتال عمي الشيباني؟ فيا الحلوة ونداوي بلانسولين، راهي فيا الدخا وطلع لي الادرينالين، راني نقرح في الطبيب قالوا دور كيبان، حتى كي غادي نموت يجي ويقول فات الحال. بعيد الشر عليك زيد اصبر شوية، عمو غادي نخليك باش نضر مع الفرملية. يا ممرضة شوفي حال الشيباني، روحها غادي تخرج خفي شوفي لا سداري. أرانا كومبلي والله قارع برا، ما تخدمنيش من الجريات راهي طاحت لي السرة، مي عندي بروبوزيسيون لا تفهم الشرة، روح اشري لي كاسكروت وانا ندبر لح سرة. يامان قلت لكم باللي غادي تشوفوا صوالح بيزار، بصحتها وما تاكل شي طيب وفي السبيطار، كي غادي يدير المريض قال على بانديسيت، يفطر بالبنان ويسيفو عليه باش يزيد. ياو اعزائي المشاهدين، هرانا ولينا كيما شفتوا شعبي في لوبيطال يعاني من لغبينا، يروح يشوف الدونتيست والو ما راش تما، واذا كان حاضر يلقاه كاره من الخدمه، باش يليك يديه يخسر عليه غي كلمه، هذا الدرس ما تقلعش غير دير لها الشمه. والان اعزائي في ركن نهدر بلا ما تخاف، باش تتوضح الصوره معنا زوج ضياف، مسؤول قطاع الصحه والنفايات المستوفيات عفوا المستشفيات. أيوة. مرحبا راك شرفت الحصه. شكرا. جبناك اليوم باش نفهموا القصه. نورمالمون عندك النت في الدار، اما لا تتبع اليوتيوب والاخبار. وي. يتسمع لبالك انت باللي القطاع اللي راك تسير فيه من اهمال صايدة، اجهزه شريتوها لينا باش نداو قاع، صابوها تنباع في المرشي قدام النعناع. سمعت بالخبر وشفته في النت، بصح انا راني ضد ونكذب الاشاعات، قالوا باللي شافوا الراديو ينباع قدام طول الموند، انا نقول ماشي راديو هذاك ميكرو ووند. بصح رانا عقب ديمو للنعناع، سجينا له السلعه باسكو هو بياع، يبيع النعناع معمر بالشراطيم، هو يرهج لي في الشاب وانا نخلص بالفواطير. زيدوا عاقبوا اللي يبيع الكاشيات تاع لي بسيكوباط كيما الروش والمهلوسات، راهم يخرجوا من السبيطار وينباعوا في السوق، ممرضين ولاو يبيعوا لا دروك. ماشي قاع كاين اللي خاطيه، كيما الضيف اللي جانا ممرض نزيه. شكرا ليكم، بصح عندي تنبيه، هاد المشكل وين يبان مع اللي غادي نحكي عليه.
يجي المالاد باش يداوي مسكين يلقى روحه يقارع بين الساعة والساعتين جيست باسكو راه في قاعة الانتظار خص ينتظر وينتظر وينتظر لابغى راه مضرار كيجيه التور ويدخل عند الدكتور يقول له ما فيك والو روح رقي خويا راك مسحور بعض الممرضات لا رحمة لا شفقات داخلينها غي صفقات مليح لهم غي الفلقات وبعض المنظفات ما يأنبهمش الضمير يصلحوا الجهة اللي تبان ويقيسوا تحت السرير وزيد الخيانة تاع الأم والنظاف باسكو ما كانش الرقابة ما عندهاش علاش تخاف وزيد وزيد خويا رانا في الحضيض كيما العادة تتفرغ في المواطن البسيط والآن في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقله رام بوشي واللي قلبه رام توشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمولي في الكون في الرخم مرتاح راني مريض أرواحي يداويني نولي مليح كي تجي تزوريني يا 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 جي تمريض من الراس واللي تمريض بالقلب عروقي راهم مصحاح ميراني مملي بالحب من نهار اللي شفت هذيك الشيره وانا ينعاني نكون مريض بزاح نمره كي نشوفها قدامي ومين تروح تبغي تخرج مني الروح هاد الشيره نبغيها ومنها انا راني مجروح انت يا مريض وكي راك شافني يا حبيبي طبيب ومعك شافني يا غادي نقول له دروك انا ما امنيش قالو كان نبكي له يقول لي ما تشافينيش شو جابك ليا علاش تسلطت عليا ما راكش مريض انت ارفق قشك وروح عليا داير السبب المرض وراك تقابر فيا غادي نشكي بيك حشم على عرضك شويه الحب والعشق ونخبطها على جالك عمري نروحوا للركن اللي تغيضني فيه عمري روح نشكي وبكي لا عندك مشكل لحكيه رانا هنا باش نسمعوك خويا قول اللي تبغيه جابوا مدير جديد في السبيطار اللي نخدم فيه مصير وما يبغيش الروتار جاي سيريو بزاف ما يضحكش ويا ضرب الشناف قال ممنوع التجمعات قال با دو ساندويتش قال با دو سيجارات قال تبغي الخطبه والسكات قال الطابليه اوبليغاتوار هما واللي يقوم في لي بلوك اوبيراتوار باغي يهبل لي دل المدير باغي الرياح كيفاش ندير انا اعزائي المشاهدين العدد تاع اليوم كمل نتمنى تكونوا قانعين واللي ما فهمش يجي يسال على راب نيوز @gmail.com اعطونا رايكم حنا منكم وهذه حصتكم ايا وتشاو باي باي زيدوا تابعوا ما تنساوش في الاستفسارات رانا قارعوا الى اللقاء في عدد جديد ان شاء الله مع تحيات حصتكم راب نيوز